بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثاني عشر من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثاني المتوسط قسم الفقه بعنوان مفسدات الصيام. مر بك في دراساتك السابقة أنواع مما يفسد العبادات، فمن ذلك مفسدات الوضوء وتسمى مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يكون أفضل. مفسدات الصلاة هي مبطلات الصلاة. فعلى هذا يمكن أن تفهم المراد بمفسدات الصيام وتميزه من الخيارين الآتيين. هي الأمور التي تنقص أجر الصائم، ولا هي التي إذا وجد شيء منها فسد الصيام؟ طبعا الثانية التي تفسد الصيام. مفسدات الصوم للصيام مفسدات كثيرة، منها الأول الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى الأكل والشرب الشرب في وقت الصيام يفسده. الثاني ما يكون في معنى الأكل أو الشرب مما يحصل به تغذية البدن، ولذلك أمثلة منها حاجة بتغذيك، الإبر المغذية، حقن الدم لمن احتاج إليه لأن الدم خلاصة الغذاء فكان في معناه كأنه غذاء، إدخال محلول الطعام من خلال أنبوب من الأنف إلى المعدة. الثالث يبقى احنا الوقت أخذنا أول حاجة الأكل والشرب، وما هو في حكم الأكل والشرب؟ الحاجات اللي بتغذي سواء الإبر أو حقن الدم أو المحلول. الثالث إخراج المني عمدا باستمناء أو غيره، فمع كونه محرما فهو يفسد الصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، ومن فعل ذلك لم يكن ممن ترك شهوته. أما لو احتلم بأن خرج منه المني نائما فلا يفطر بذلك. يبقى إخراج المني عمدا يفطر، وإن احتلم هو نائم دون قصد فلا شيء عليه. الرابع إخراج القيء عمدا، أما من خرج منه القيء بغير قصد فصومه صحيح. يبقى أول حاجة الأكل والشرب، ثاني حاجة التغذية اللي في أكل الحكم الأكل والشرب، ثالث شيء إخراج المني، رابع شيء إخراج القيء بس يكون عمد، أما الاحتلام لا، وأما القيء غير العمد لا. الخامس إخراج الدم عن طريق الحجامة، يفطر الحجامة تفطر. لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الحاجم والمحجوم، الاثنين فطرين، اللي عملها واللي اتعملت له. ومما يفطر الصائم سحب الدم للتبرع به إذا كان كثيرا، ولا يجوز فعل ذلك للصائم إلا عند الضرورة، وإذا فعله للضرورة وجب عليه القضاء، يعني عيد اليوم. وأما القليل الذي يؤخذ لأجل التحليل، يعني شوية كده في السرنج عشان يحلل، فلا يفطر به الصائم. القليل ما يفطرش، تبرع بالدم وكمية كبيرة تفطر ويجب عليه القضاء. السادس خروج دم الحيض أو النفاس، دم الحيض تحيض البنت في سن البلوغ بيبقى مثلا أسبوع ولا كده، وهذا يجب عليه القضاء تعيد الأيام دي. والنفاس بتبقى بعد الولادة أيضا ينزل دم، وهذا أيضا يجب عليه القضاء. شروط الفطر بها، شروط الفطر بها المفسدات السابقة: لا يفطر الصائم بشيء منها إلا بثلاثة شروط. أول شيء أن يكون عالم، أن يكون ذاكر، أن يكون عامل.
عالم ذاكر عامد. وهنوضح يعني ايه عالم، يعني لا يفطر الجاهل، مثل من ابتلع الطعام الباقي بين اسنانه يظنه لا يفطر وهو جاهل. مثلا ايه؟ من اخذ حقنه مغذيه يظنها لا تفطر، ما يعرفش، يبقى هنا ان يكون عالما يبدا يفطر، لكن لو ما يعلمش جاهل يبقى خلاص لا شيء عليه. الشيء الثاني، يبقى رفع عن امتي الخطأ، الخطأ يعني ما يعرفش، والنسيان لو نسي، وما استكره عليه لو اكره، ان يكون ذاكرا فلا يفطر الناسي. قلنا ايه؟ رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان من اكل او شرب ناسيا، من اخذ محلولا مغذيا ناسيا، هو ناسي. اي حاجه من الافتراض وعملها هو ناسي خلاص لا تحتسب. ان يكون عامدا فلا يفطر المكره، مثل من سقاه الشخص الماء رغما عنه، من تمضمض فنزل الى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، من اطعمه انسان رغما عنه بالاكراه، نعمة هيموته، لو ما كلش يموت، لحسن ياكل بقى، ويبقى مرفوع عنه، ليه؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس عليه شيء فيه. حكم من فعل شيئا من المفسدات، حكم من فعل شيئا من المفسدات، من أتى بشيء من المفسدات متعمدا من غير رخصة شرعية ترتب على فعله أربعة أمور: عامد ومن غير رخصة، يعني مالوش رخصة شرعية، يعني مالوش ربنا ما قالوش يفطر، لأن يعني في مثلا المسافر له رخصة يفطر، الحائض والنفساء لها رخصة، المريض له رخصة، لكن اللي ملوش رخصة أول حاجة فساد الصيام، ثاني شيء وجوب الإمساك عن المفطرات في بقية يومه، الثالث وجوب التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم المعدود من كبائر الذنوب، الرابع وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده، ووجوب الكفارة فيما تجب فيه شرعاً، يكفر عن هذا حسب سبب الفطر، كل حاجة لها سبب، لها ايه؟ كفرت. طيب هنقول تاني، لو هو صام بدون فطر بدون رخصة ومتعمد ولا ناسي ولا مكره ولا جاهل، خلاص فساد الصيام، وجوب الامساك عن المفطرات بقية يوم، ما عادش ياكل بقى خلاص، وجوب التوبة الى الله لان دي كبيرة، وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده، والكفارة فيما تجب عليه. أمور لا تفسد الصيام، هناك أمور قد يفعلها الصائم أو يحتاج إليها وهي غير مفطرة ولا تؤثر في الصيام، من ذلك استعمال الإبر غير المغذية، مثل الإبر العلاجية وإبر المضادات الحيوية وإبر الإنسولين لمرضى السكر، هذه ليست مغذية، علاجية مضادة حيوية إنسولين مضادات حيوية، سحب الدم القليل للتحليل زي ما قلنا، خروج الدم اليسير من أي جزء من أجزاء البدن، يسير يعني قليل، استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان بشرط عدم تعمد بلوغ المعجون، السواك الرطب أو اليابس وسواء استعمله قبل الزوال أو بعده، استعمال بخاخ الربو، استعمال الأكسجين أو البخار للمرضى، القطرة في العين والأذن، استعمال الطيب والبخور لكن لا يستنشق البخور،
قلع الدرس أو حفره مع التوقي من بلع الدم أو الدواء. هذه أشياء لا تفطر، إبر بس تكون مش مغذية، دم قليل للتحليل، خروج دم قليل، استعمال الفرشاة والمعجون، السواك، استعمال البخاخ للربو، استعمال الأكسجين والبخار للمرضى، القطر للعين والأذن، استعمال الطيب والبخور بس ما نستنشقوش، قلع الدرس بس ما نبلعش الدم أو الدواء. من أفطر شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس، فيها نوعين. المسألة الأولى، من أفطر وهو شاك في طلوع الفجر، واحد قاعد ياكل وبعدين ما يعرفش إذا كان إن الفجر طلع، ثم تبين له أن قد طلع الفجر، لنا الشمس كانت مغممة أو هو قايم من النوم وما يعرفش، ما عندوش منبه أو ساعة وكده في الصحراء مثلا، وما يعرفش إن الفجر طلع خلاص، وقعد ياكل وتمام، اكتشف إن الفجر طلع، صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، هو بيتهيأله إن الليل موجود وما يعرفش إن الفجر طلع، يبقى إيه صيامه صحيح؟ الأصل إن الليل كان لسه موجود طالما ما شافش الشمس. المسألة الثانية، من أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس، واحد كان صايم وقال ده المغرب أذن وراح أكل، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد، كان في بس كده الدنيا مغممة بس الشمس لسه ما غربتش، المغرب ما أذنش، وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، يبقى اللي كان موجود هو المفروض يبقى باقي، الفاجر كان باقي فصيامه صحيح، ليه؟ لأن هو شاكك إن الفجر لسه موجود وفجأة تلاقي الفجر طلع، فصيامه صحيح. كذلك العكس، اللي شك إن المغرب أذن وهي لسه ما أذنتش وفطر، صيامه باطل، عليه القضاء غير صحيح، وعليه أن ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار. يعني ممكن نقول باختصار، اللي ظن إن الفجر لسه ما طلعش وأكل صيامه صحيح، واللي ظن إن المغرب أذن وأكل وهي لسه ما أذنتش صيامه باطل وعليه القضاء. بس خلاصة الموضوع، صنف هذه الحالات وفق الجدول وقارن، والأسئلة دي جهزتها لكم أهي. أول حاجة، الحامل التي لا يشق عليها لا يشق عليها الايه؟ الصيام. المرأة جيب من أول هنا. المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر بالصيام، ده أهو من يفطر وتجب عليه كفار، لأنه ايه؟ هيشفى، بس لو صام هيجرى له حاجة، يبقى يفطر ويجب عليه الكفار. اللي بعده، المرأة الحامل التي لا يشق عليها الصيام، دي لا يباح لها الفطر، لا يباح لها، طالما ما بيشقش عليها ما تفطرش. طب المسافر، هل كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى ده يفطر وعليه قضاء، أهو يفطر وعليه قضاء. المرأة المرضع التي تتضرر بالصيام أيضا تفطر وعليها قضاء. المرأة النفساء، المرأة الحائض، دول كلهم يفطر عليهم قضاء. طيب المرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام، هنا المريض الذي لا يرجى شفاؤه ويتضرر بالصيام، هنا مش يرجى، لا يرجى، ده يفطر وتجب عليه الكفار. المرأة العجوز أيضا تفطر وعليها كفار، لأنه مش هتروه. لو خدتش بالي من نقطة المريض الذي لا يرجى، لكن المريض اللي يرجى يفطر وعليه قضاء، لكن هنا عليه كفارة. عليه كفارة يعني ايه؟ ما عادش هيقدر خلاص، هذا لا يرجى شفاؤه. وكذلك المرأة لا تستطيع الصيام عجوزة، يبقى دول كفارة. الذي لا يباح له، المرأة الحامل التي لا يشق عليها الصيام، وكبير السن الذي يستطيع الصيام، ليس لهم إباحة، يعني ما لا يجوز.
يبقى هنا المريض الذي لا يرجى شفاؤه يفطر عليه كفار. المرأة العجوز خلاص كبرت ما عادش تقدر ويشق عليها الصيام، يبقى دي تفطر وعليها كفارة. كفارة فيطعم ايه؟ كل يوم مسكين او 10 مساكين حسب الايه؟ الايه. المريض اللي يقدرش يصوم يطعم ايه؟ مسكين. كده خلصنا السؤال الاول. قارن بين من اكل وهو شاك في طلوع الفجر ومن اكل وهو شاك في غروب الشمس. قلناه المساله الاولى، من افطر وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين انه قد طلع الفجر صيام صحيح، لان الاصل بقاء الليل وما يعرفش. الثانيه، من اكل او شرب وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له انها لم تغرب وجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، يبقى صيامه مش نافع ويجب عليه أن يقضي. السؤال الثالث، من فعل شيئا من المفطرات فإنه لا يفطر إلا ب3 شروط. اذكر هذه الشروط. أهي، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون عامدا. عالم، ذاكر، عامد. هنا بيقول لي اذكر مثالا على كل منها. يكون عالم فلا يفطر الجاهل، مثل من ابتلع الطعام الباقي بين أسنانه يظنه لا يفطر. أن يكون ذاكرا فلا يفطر الناسي، مثل من أكل أو شرب ناسيا. أن يكون عامدا فلا يفطر المكره، مثل من سقاه شخص الماء رغما عنه. كده بالتالي خلاص ما عادش حاجة. لا تنسونا من دعائكم واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.